شكرا سلطان. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه، ميدان التحدي في هذا المساء، وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده وسن اللقايه في هذا المهرجان، مهرجان سيف امير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، وعلى بركه الله ينطلق الشوط العاشر الخاص للقعدان من مسافة الخمسة كيلومترات نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية مع أول الأسماء، مهاجر على الصدارة، هجن أم الزبار، مبارك بن محمد بن صرير المري يتقدم مع مهاجر مع أول الأسماء وأول التحديات. يقدم لنا مهاجر ثاني الأسماء، ثاني الانطلاقات، وصل القادم مع ثاني المراكز مياس للشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، عتيق بن سالم بن عبيد بن عرط الحميري في عملية التضمير مع ثاني الأسماء مع مياس، ثالث المراكز القادم حصري، هجن أم الزبار، جابر بن علي بن جابر النجم المري يقدم حصري مع ثالث الأسماء، رابع المراكز الوذن، هجن أم الزبار، جابر بن علي النجم المري، وخامس المراكز وصل شعار هجن العاصفة يتقدم هناك مع الواش لهجن العاصفة، غياث الهلالي ينطلق مع خامس الأسماء وخامس التحديات. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة والمنطلقة في دائرة النداء والإذاعة. أعود مع البداية والمقدمة، مهاجر على الانطلاق الأول، مهاجر على الصدارة، هجن أم الزبار، مبارك بن محمد بن صرير يتواجد في عملية التضمير مع أول الأسماء ويقدم لنا مهاجر، ثاني الأسماء وصل مياس، يتقدم مياس مع ثاني الأسماء للشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيق بن سالم بن عبيد بن عرط الحميري مع ثاني الأسماء، ثالث المراكز وصل هنا الواش يتقدم لهجن العاصفة، غياث الهلالي مع ثالث الأسماء وثالث التحديات. يقدم لنا الواش رابع الأسماء، وصل مذهل لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن فران يتقدم الشبل مع مذهل، من قدم لنا مهرة في الشوط الأول المفتوح في هذا المساء، من انتزعت الشلفة الذهبية لهجن الشحانية قدم لنا مهرة ويقدم لنا مذهل مع رابع الأسماء لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن فران الشبل يتواجد مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامس الأسماء وصل القادم مع خامس المراكز الوذن، هجن أم الزبار، جابر بن علي النجم المري يتقدم مع خامس الأسماء. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، ولكن هناك أسماء وشعارات لم يحموا عند دخولها في النداء والإذاعة، نترقبها في الأمتار القادمة. وعود مع الصدارة، مهاجر، لا زال مهاجر هناك على الصدارة على الانطلاق الأول، يتقدم مع الصدارة مع أول الأسماء، هجن أم الزبار، مبارك بن محمد الجربوع المري يقدم لنا مهاجر مع أول التحديات. ثاني الأسماء مياس، مياس مع ثاني المراكز للشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيق بن سالم بن عبيد بن عرط الحميري مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء مذهل بدأ يتحرك بشعار هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فران يتقدم الشبل مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز القادم الواش لهجن العاصفة، غياث الهلالي مع رابع الأسماء. خامس المراكز وصل القادم والمنطلق قياض،
لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم مع غياض مع خامس المراكز، وأيضا وصلت الأسماء ووصلت الشعارات، بدأت الأصايل بالانطلاق وبدأت بالاندفاع، ولكن مهاجر على الصدارة على التحدي الأول الكيلو متر الأخير والخطير، مهاجر على البداية لهجن أم الزبار مبارك بن محمد الجربوعي المري يتقدم مع مهاجر ثاني الأسماء مياس للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وهجن العاصفة تحركت مع الواش، وهجن الشحانية قادمة مع الواضح، هجن الشحانية محمد بن خالد العطية خامس الأسماء، وصل الصيرمي هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، الله 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 بدأ الانطلاق بدأ الصراع من أجل الناموس، هجن العاصفة هجن الشحانية غيرت إلى الصدارة مع الواضح لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يتقدم المشاقب، هجن العاصفة قادمة مع الواش، هجن الرياسة مع الصيرمي، ولكن الواضح لهجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية يتقدم المشاقب مع الواضح مع الفوز والانتصار، هجن العاصفة قادمة تحاول اللحظات الأخيرة، ولكن هجن الشحانية مع الفوز مع الانتصار، المشاقب محمد بن خالد العطية مشكور يا أبو خالد على هذا الأداء، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، فوز الواضح ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية من قدم لنا الواضح ثاني الأسماء، وصل الواش لهجن العاصفة غياث الهلالي ثالث المركز، وصل نشوان هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي ورابع المراكز، مياس للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وعتيق بن سالم بن عبيد بالعرضي الحميري، وخامس الأسماء وصل غياض هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الواضح ولحظة وصوله إلى خط النهاية، والتوقيت الزمني 7:35 و82 جزء من الثاني، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، ونهني محمد بن خالد العطية المشاق من قدم لنا الواضح ثاني الأسماء، وصل الواش لهجن العاصفة 7:36 و80 جزء من الثاني، تهانينا والناموس لقياث الهلالي ثالث المراكز، وصل فيه هملول أو نشوان مع ثالث المراكز، نشوان لهجن الرياسة 7:39 و94 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرياسة، ونهني علي بن جميل الوهيبي، فتهانينا والناموس للجميع. تتواصل التحديات والإثارة ويتواصل